السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمود بلتاجي من قناة معلومة على الماشي. النهاردة إن شاء الله هنشرح ليسون 1 في منهج الفيزيكس للصف الثاني ثانوي لمدارس اللغات الترم الثاني. هنتكلم عن الدينستي. يعني إيه دينستي؟ طبعا كلنا عارفين إن الدينستي معناها الكثافة. طيب قبل ما نتكلم عن الدينستي لازم نفهم الأول الستيتس أوف ماتر. إحنا عندنا طبعا 3 ستيتس أوف ماتر، عندنا سوليد، عندنا ليكويد، عندنا جاز. زي ما احنا عارفين ان the spaces between molecules of solid is very small، زي ما احنا شايفين كده ال distance اللي ما بينهم صغيرة جدا، لكن ال liquid بتكون medium، يعني ال distance اللي ما بين ال atom او ال molecules of liquid بتكون ايه؟ medium. اما في حالة الجاز بتكون very large، بتكون very ايه؟ large. طيب وايه كمان اللي بيميز ال solid عن ال liquid عن الجاز؟ السوليد طبعا كلنا عارفين ان هو definite shape and volume، يعني الفوليوم بتاعه والشيب بتاعه ما بيتغيروش. اما بقى في الليكويد فبيكون definite volume، يعني الفوليوم ثابت ما بيتغيرش الفوليوم بتاعي، لكن indefinite shape. يعني ايه indefinite shape؟ يعني take the shape of the container، يعني بياخد الشكل بتاع الكونتينر اللي بيتحط فيه. اما في الجاز فهو indefinite shape and volume، يعني الفوليوم بتاعه مش ثابت ولا الشيب ثابت. وده هينفعنا جدا لما هنيجي نتكلم في كل الشابترز في السيكس ليسون. طيب حته ان الفوليوم بتاع الليكويد definite، يعني ايه definite؟ يعني انا لو عندي ازازه فيها 1 لتر اوف ووتر، هل اقدر اغير الفوليوم بتاعها ال 1 لتر ده اخليه هاف لتر او 2 لتر؟ طبعا استحاله. ده ليه؟ عشان خاطر هو ديفينيت فوليوم، عشان هو ديفينيت ايه؟ فوليوم. اكزامبل اوف سوليد زي الوود، الجلاس، الروكس، كل دي حاجات ايه؟ سوليد. واكزامبل للليكويد زي الووتر، الاويل، الميركوري، الميركوري برضو ليكويد. اكزامبل للجاز زي الاير، الاكسجين، النيتروجين، كل الحاجات دي بتكون ايه؟ زي الهيليوم، كل الحاجات دي بتكون ايه؟ جازز. طيب النقطة المهمة بقى، يعني ايه فلويد؟ طبعا كلنا فلويد الناس بتفتكر ان كلمة فلويد معناها ليكويد، وده غلط. كلمة فلويد معناها مائع. طب وايه المائع ده يا مستر؟ ده سابستانس، هو حتى كلمة فلويد جبناها منها ذات فلو. يعني ايه فلو؟ يعني بتطفو او تمشي كده او بتنساب. and doesn't take fixed shape، يعني ايه الحاجتين اللي عندي اللي ما بياخدوش fixed shape؟ هما الليكويد والجازز. يبقى انا الليكويد والجازز هما عبارة عن ايه؟ عبارة عن fluids. فيبقى احنا عندنا ايه الفاكتورز اللي هي affect the density؟ طبعا الدنسيتي ديبند اون ايه؟ اتوميك ويت، يعني الويت بتاع الاتوم او اللي احنا كنا بنحسبه لما كان يديني مثلا يقول لك كربون 12 الهيدروجين 1، فكل ما كان الاتوميك ويت انكريز الدنسيتي انكريز. طبعا والحاجه الثانيه هي الدنسيتي بتوين اتومز او الانتر اتوميك ديستانس او الانتر مولكيولار سبيسز، وكل ما السبيسز زادت كل ما الدنسيتي تقل. يبقى احنا كده عرفنا شويه معلومات عن الدنسيتي. ان الدنسيتي كونسيدر كاركترستكس بروبرتي. يعني ايه يا مستر كاركترستكس بروبرتيز؟ يعني دي كونستانت فور ذا سيم ماتيريال اند دازنت تشينج از ماس اند فوليوم تشينج. يعني ايه؟ يعني انا عندي الدنسيتي، طبعا كلنا عارفين ان الدنسيتي ايكوال، احنا هنرمز السنه دي للدنسيتي برو، العلامه اللي عامله زي حرف الميم دي اسمها رو، ايكوال mass over volume. فالدنسيتي مع الماس والفوليوم هي دايما ايه؟ كونستانت. يعني انا لو عملت كده دنسيتي with mass هرسمها كونستانت، دنسيتي with volume برضه هرسمها ايه؟ كونستانت، على عكس الماس والفوليوم. الماس والفوليوم هما دايركت، ده انكريز ده انكريز، ده ديكريز ده ديكريز. فالدنسيتي تشينج باي تشينجينج ذا تايب اوف ماتيريال، يعني الايرن غير الاويل غير الووتر غير الميركوري،
كل دي حاجات الدنس بتاعتها ايه مختلف. اهو زي السؤال ده كده، volume of liquid الدنس بتاعته رو poured in a cylindrical vessel، يعني صبناه في vessel شكلها سلندر. if another quantity of the same liquid، دي اهم حتة، الفوليوم بتاعها 2 فوليوم، يبقى الدنسيتي برضو بيقام ايه، هتفضل برضو رو، يبقى الدنسيتي بتاعتي هتبقى ايه رو ثابته لان هي كونستانت. نيجي نحل بروبلم على الكلام ده، سهله جدا. لما يجي يقول لي كوانتيتي اوف جازولين هاز ماس، يبقى انا كده عندي الماس اند فوليوم، عندي الفوليوم. كالكوليت ذا دنسيتي، طبعا كلنا عارفين الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم، هتبقى ايكوال 3450 اللي هو مدهاني divided 5. لو حسبناها على الكالكوليتر تطلع 690. طب 690 ايه؟ دي اليونت بتاعتنا بقى، احنا عندنا الماس كيلو جرام والفوليوم كيوبيك متر. ومن هنا برضو لو سألني عن الدايمنشن فورمولا، احنا عارفين طبعا ان الكيلو جرام اسمه ام والكيوبيك متر اسمه ال، ممكن الباور 3 يطلع فوق يبقى نيجاتيف 3. سؤال تاني برضو بيقول لي a solid cylinder of mass، يعني سوري مديني الماس ومديني الهايت، made of substance الدنسيتي بتاعتها مديني الرو. طب انا مديني الماس والرو، مش سهل اجيب الفوليوم؟ الفوليوم بتاعي ايكوال ايه، ماس divided density، يعني ايكوال 10 divided 8700. طب بعد ما جبت الكلام ده، هو الفوليوم ايكوال ايه؟ مش الفوليوم ايكوال بيز اريا باي هايت؟ طب البيز اريا اسمها باي ار سكوير باي هايت، ايكوال ايه اللي هو ال 10 اوفر 8700. طب انا عايز احسبها على طول، انا هودي الهايت الناحيه الثانيه ديفايدد والباي هتروح ديفايدد، يتبقى لي الار. طب لو عايز اودي الباور 2 الناحيه الثانيه بيروح روت، يبقى كده في الاخر هتبقى ايكوال روت، واعمل كده اهو. طبعا مين الحاجه الوحيده اللي فوق؟ 10، وكل حاجه ثانيه تحت ال 8000 700، وعندي الباي اللي هي ب 3.14 او ب 22 اوفر 7، وعندي الهايت هو كان مديهوني ب 10 سنتيمتر، واحنا طبعا عارفين ان السنتيمتر لازم نحوله لمتر باي 10 باور نيجاتيف 2. لو كتبنا ده كله هيديني في الاخر 0.06 متر. لو عايزين نحولها لسنتيمتر بنقول باي 100 تديني 6 سنتيمتر. طيب الاكزامبل ده لو طلب مني قال لي 50 كيوبيك متر اوف ووتر، يبقى ده الفوليوم بتاع الووتر. هوز دينستي، ده الرو بتاع الدينستي، از ميكست ويز 40 كيوبيك متر اوف ليكويد، يبقى ده الفوليوم بتاع الليكويد. اند اتس دينستي، يبقى ده الدينستي بتاعت الليكويد، وده تقريبا اويل، دي الدينستي بتاعت الاويل. ذا توتال فوليوم اوف ميكستشر ايكوالز ذا سميشن اوف فوليوم اوف ليكويد، ده معناه ايه؟ ان الفوليوم ميكستشر equal volume 1 plus volume 2. لو حسبناها على الكالكوليتر اللي هي 50 plus 40 equal ايه 90 cubic meter. قال لي where the volume of mixture equals the summation of volume of liquid before mixing calculate the density، احنا عايزين الدنسيتي. احنا عارفين طبعا ان الماس لازم هيكون equal، يعني الماس of mixture equal mass 1 plus mass 2. طب هو الماس ايكوال ايه؟ مش احنا عارفين ان الماس ايكوال رو باي فوليوم، ده كده ميكستشر، ايكوال ام 1 اللي هي بتاعت الووتر رو ووتر فوليوم ووتر، ام 2 اللي هي رو ليكويد فوليوم ليكويد، وبنحلها عادي خالص. احنا عندنا الرو دي ما نعرفهاش، الفوليوم حسبناه الميكستشر ب 90، رو ووتر ب 1000، والفوليوم ووتر ب 50 بلس الرو ليكويد كلنا عارفين هو مكتوب كاتبه لي ب 800، والفوليوم ليكويد مديهاني ب 40. طبعا الباي دي هتروح الناحيه الثانيه ديفايدد، يبقى الرو هتبقى ايكوال 1000 باي 50 بلس 800 باي 40 اوفر، كل ده اوفر ايه ال 90. هنحسبها على الكالكوليتر تطلع 911.11 كيلو جرام بير كيوبيك متر. طب ايه هي الابلكيشن بتاعتي بتاعه الدينستي؟ طبعا احنا عارفين طبعا ان الكار باتري بيكون فيها كيميكال، الكيميكال دي بتكون غالبا سلفوريك اسيد. طب السلفوريك اسيد دي يا مستر
لما بنيجي نحطها في الباتري بتكون ايه؟ هاي دينستي. طب بعد ما هاي دينستي امتى؟ لما تكون لسه تشارجد. طب لما يحصل لها بقى تفريغ وخلصت خلاص بتكون لو دينستي. لو ايه؟ دينستي. يعني انا لو كان عندي هاي دينستي تبقى تشارج، لو لو دينستي تبقى ديس تشارج. يبقى انا بطريقه بسيطه جدا بعرف ان الباتري بتاعتي تشارج او ديس تشارج عن طريق الدينستي. لو الدينستي هاي يبقى تشارج، لو لو دينستي تبقى ديس تشارج. وبنفس الطريقه بنعرف برضو بعض الامراض diagnosis of ايه some disease زي البلد. البلد كلنا عارفين ان هو 1040 to 1060، ده الدنسي بتاعت البلد العادي بتاع اي بني ادم. طب لو هي لزان 1040 يبقى انا اعرف ان الواحد ده عنده انيميا. طيب لو هي مور ذان 1060 يبقى انا اعرف ان الشخص ده عنده ايه another disease indicate مثلا high number of ايه of red blood cell، عنده fever، عنده حمى روماتيزمية، عنده حاجات زي كده. نفس الكلام في اليورين. اليورين يا ولاد الدنسي بتاعته 1020. طيب لو انا لقيت اكتر من 1020 more than 1020 يبقى ده عنده ايه high concentration of salt. وعندنا بقى حاجة مهمة جدا اسمها relative density. يعني ايه relative density؟ دي الratio between density of object and density of water. يعني ايه؟ يعني لما اقول له raw relative تبقى equal raw substance على raw water، وغالبا raw water بتكون 1000 دايما. طيب وبرضو raw relative لها قانون تاني اللي هو mass substance على mass water. عندنا هنا اكزامبل بيقول لي ايه the density of aluminium يبقى رو ايه aluminium and the density of water يعني دي رو water. calculate the relative density of aluminium. احنا قلنا رو relative هتبقى equal رو aluminium over رو water تبقى equal 2700 over اللي هي 10 power 3 معناها 1000 هتطلع ب 2.7. طب اليونت بتاعتها ايه؟ ملهاش يونت. ليه؟ لان دي ratio. طب طالب مني الماس اوف الومنيوم. ماس اوف الومنيوم احنا عارفين طبعا ان الماس ايكوال ايه دينستي باي فوليوم. يبقى هقول له 2700 باي مديني هو الفوليوم هنا 0.1 تبقى ايكوال 270 كيلوغرام. طيب بيقول لي هنا كونتينر كونتين او filled with 50 جرام of liquid. يبقى انا عندي كده ده ال 50 جرام ده الماس of liquid and its mass become 80 جرام. يبقى ده الماس of container plus liquid. after evacuating the container and refilling it with distilled water the mass become 60. يبقى mass of container plus water equal كام؟ 60. calculate the density of liquid. طب احنا عايزين الماس of container هيبقى equal ايه؟ هقول له ال 80 ماينس ال 50 كده يبقى الكونتينر وهو فاضي امبتي بيكون ايه 30 جرام. طب انا عارف عايز الماس اوف ووتر، ما هي الماس اوف ووتر هتبقى ايكوال 60 ماينس الكونتينر 30 يبقى الووتر بكام 30 جرام. كده انا عندي الماس اوف ووتر، عندي الماس اوف ليكويد والماس اوف ووتر. طب انا عايز بقى الرو ريلاتيف، هو طالب الرو ريلاتيف او الريلاتيف دينستي او الدينستي. احنا عارفين طبعا ان الرو ريلاتيف كانت ايكوال ماس اوف ليكويد على الماس اوف ووتر، يعني هتبقى ايكوال 30 اوفر 50 سوري 50 اوفر 30. طب هو 50 اوفر 30 تطلع بكام؟ هتطلع ب 1.667. طب انا عايز بقى رو الليكويد نفسه، هقول له ايكوال رو ريلاتيف by 1000 تبقى equal 1.667 by 1000 تبقى equal 1667 كيلوغرام بير كيوبيك متر.